بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. أنا ده عندي كل اللي تبعنا من مصر موجود في سوق زيت على بيع شراء مع تاجر الفصيح الصادق بخصوص كمان. داخل سوق زيت. صلى على النبي. انت منين انا ما عرفتكش معانا. من عند عم زغلول. الملك كبير. عم عبد السادي. ارد لك على واحد اثنين واحد 24 والله بخص والله احنا بصيت. لا يا عم انا بصيت في جسمي ده والله من كل اسبوع والله بنضر والمصحف لو قريب يعمل الكاس وشنطه العشره لو قريب يعمل الكاس ده الناس من كفر نجم والسنه وحياتك يا رب ما عليك تغير في اي حاجه ايه والله ماشي بسم الله بيشرب نظر ماشي شبكه العشره بخص مش عايز افضل احلم لك على الحلم سبع الله تحت امرك يا معلم انا تحت امرك يا لا يا ابا سبع على الله قلت لك في ده عم ادفع 500 جنيه كمان انت شاريه بس شريت يا عم قلت لك يا عم بعد اذنك يا عم حماده اوعى الله يبارك لك هات يا عم حماده تعالى كروس الناس بدل السطور يا عم حماده يعني والله ابن الدر حلوه ما انت لسه هتصرف هتصرف ال 500 هتصرف ال 500 والله هتصرف ال 500 والله انت روح المصحف لو نطقت معاك عندك كفاءه هي من الجنايه ماشي ياخد ال 500 يا سلاح ماشي واحنا قلنا ايه ما هتصرف ال 500 هتصرف اشتري بكام يا معلم؟ ايوه اشتري بكام ان شاء الله؟ الله وكيل ب 58,000 10 كم شهر؟ 6 نضال 6 نضال الصلاة على النبي 58,000 58,000 دي يا رب بنضال يا جدع وحياة شك في العشرة الصلاة على النبي هتصرف دي اللي بتكلموا فيها يا معلم محمد الصلاة على النبي سوق الزاز يا رب كمان مره لو باشلك لما نكسب كمان يا عم شريف يا عم وحياه المصحف والله هتصرف وحياتك يا رب وحياه ابن بندر لو قريب لا ما نكسبك ما تاكلش لنا 500 هكسب الرجاله عشان 500 جنيه ما لهمش عازه يعني اللي عند الرجاله عيب عليك انت ناس رجاله عيب عليك ولا جالسكم 5000 جنيه عيب عليك وحياتك يا رب لو بصلك لا بيع لك لا بيع لك ولا خسرك لا بيع سبع على الله يا عم هتصرف منه رجال ارزاق تطلعها طلعها يا عم عم اللي خلق دول ست انضاف وبيبيع بخمسة انضاف يبيع خمسة انضاف يا جماعة ايه
وحياك كل ربنا جاسس عجلتك ستة نضف ومشى بع لك خمس يجلس في أدخل حتى يا عم أنا تحاسب يا عم أنا أنت من خمس يا عم أنا مش بيت شرع أنا تحاسب يا عم وحياتك يا رب وما يلتك في عجلتك ولسانك بستين ألف عجلتك يا عم ونشكو زي العسل عشان ريل دبس نشكو زي العسل أنا عنكم على بال حاج ونشكو زي العسل يا بال حاج الله يبارك فيك انت جالي عن الشيطان الله يبارك خذها تعال اصبر بس ابغى اصبر حق العقله ومش حاجه خلاص صور وانت في حاجه في دماغك 60000 ب 60000 يا العقله يا ابني وحياه لا اله الا الله بتروح في العقله حلو بسم الله ما شاء الله كتاب كم بأمانة الله بأمانة الله وخدم كام 56000 صلى على النبي واي حد عاوز اي جاموس عشرة موجود بالصلاة على النبي اي حد عاوز اي كمية جاموس عشر من شهرين لحد 18 19 موجود عند المعلم حمادة التاجر الصادق الامين فصيح الصادق الوكيل مين وحياتك يا رب عشان خاطر وحياتك يا رب عشان خاطر وحياتك يا رب العجل تضر بس انا هشيلهم للبهدل راح الله يبارك راح عشان خاطر الراجل دي عم عايز فلوس من دول يا عم راح الله يبارك لك يا عم الناس فلوس خدت بكام يا معلم 55 يا معلم 55 ولا 56 يا معلم ها بأمانة الله بالأمانة أمانة الله 56 300 56 ألف يا أخوة ورب الكعبة حاجتك 60 ألف يا عم الصلاة على النبي رقم تليفونك يا معلم 0100 65 91 7 بالصلاة على النبي وادي العجلة اللي تم فيها البيعة فك الحبل الصغار دي قال فك انا رسل على دي عيال اولاد خلينا نكتشف خلاص والنبي لا تسير روح يا جدعان شوف رقم تليفونك يا حماد رقم تليفونك كم يا حماد 010 23 80 96 96 86 صل على النبي اللي عاوز اي كميه جاموس 10 موجوده لا نشوف حاجه بس لا يدور على النت عايزين ننت نشوف حباله بس اهلا وسهلا ايه يا عس ربنا يبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى لقاء قادم.